السلام عليكم، معكم كلثوم. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم الدرس الرابع ديال بانسو شارجي. كما كتشوفوا هانتوما الدروس الاولى، الثاني، هذا الثالث. ان شاء الله اليوم غادي ندير لكم الدرس الرابع. هادو درناهم مايلين بحال هكا، هادو غادي نديرهم مايلين لهاد الجهة هكا على اليمين. هانتوما كما كتشوفوا هذا الدرس الرابع، وكنتمنى لكم تتبعوا هاد الخطوات هادو، وصيفطوا لي ديروا جيم، صيفطوا لي التعليقات ديالكم، وكنشكركم والسلام عليكم.